قال لي على موضوع اثيوبيا، كويس انك فكرتنا استاذ عصام. قال لي موضوع اثيوبيا بتاع صد النهضه ده، قلت لهم مباشر لو بنيتوا الصد هضربوا الطيارات، هتطلع تضربوا ثاني يوم. اللي احنا دلوقتي بنحسس القائد مش منصب بس، القائد قرار وتوقيت القرار. يمكن دي ابرز الحاجات اللي تهم الناس وتهم البلد وتهم الشعب. تعالوا على الاخوان اللي جنوا في الاخر، هو عارفهم من الاول. وانا انا ازيع سرا من اول لاول لاول مره حبيبي. يوم 27/28/11 كلمني اللي هو جمال الله يرحمه وقال لي يا مصطفى يونس، انتوا ناس بتحبكم، اطلعوا اتكلموا في التلفزيون، سياده الرئيس مش عايز البلد، مش عايز يمسك البلد تاني، لكن البلد الاخوان هيضيعوا البلد. فهو عارف الاخوان وقال اللي عرف يتعامل معاهم جمال عبد الناصر. اللي عارف اساس الناس دي جمال عبد الناصر. فرجل دولة، تحس انه راجل دولة. طبعا حزين على اللي حصل في القفص، المرسي اللي عملوه، ادى ظهرهم ازاي، يدي ظهرهم للقضاء. ده دول عدالة الله في الارض. وهو حسني مبارك بقى اللي قعد 30 سنة يحكم. ايوه يا فندم، حاضر يا فندم.